أحداث رسالة النبي وأجدد شكري وخالص تقديري لاستمرار اسم مجلس النواب الأستاذ رشيد القاضي العدلي. أولاً أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة المكلفة بجائزة الصحافة البرلمانية على تشريفهم لي باختيار هذا الموضوع للفوز بهذه جائزة الصحافة الإلكترونية، وكما تعلمون هو موضوع يتعلق بترجمة الفور للأمازيغية كواليس تجربة غير مسبوقة. وبالمناسبة ثانيا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس مجلس النواب السيد رشيد القاضي العدلي الذي بمجرد ان طلبت يعني الاشتغال على هذا الموضوع الا وتجاوب بسرعه وفتح الباب على مصراعيه لانجاز هذا العمل. وهذا العمل هو في الحقيقه هو مساهمه في التعريف بمجهود وراء الكواليس يتعلق بمهمه الترجمه الفوريه لجلسات الاسئله الشفويه اللي كينص القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابع رسمي الأمازيغية على انها تكون تبدا كتطبق يعني ضمن اجل محدد. فشكر جزيل للسيد رشيد القاضي العدلي على انه ساعد حقا فتح الابواب على هذا العمل، والشكر الجزيل للجنة وتحياتي.